ولا وسعاي نقلي بشيشناق غير تمور في مقر الفراعنة ويرناهن السيرين يبقى الحساب نين نار نوراس ستيرا وتنس أهنين شويين بقخفوني بورار إعلان تفن من العوائل اللي جداد نسن إلا كل غاوسة تقنت غير سلمعنا لام قران يتشاف ويتفيد صق غزر نمزروي نشاويين أمين تكسو مسباس غلو سباس كذا خلو هنا وذي يريحنا إن شاء الله سب خير دل هنا أول بغري هنا هربينا صحيت رباك نكتا ما إلا بدل نينيان خسن بيلي كل شباف راك وما إلا وش منهم سدهان أبيلي الخير في الطول والسان وما إلا أني ناس ندراري تردش وقبن شيشناق أبي توارنا وأبي توان ودياس فرعون أهنيوي ويسكيون لاباس العوايل لك ما إلا قننت غل ماكلت بوحريش الفلاح يزم أن نفهم باللي شاويين شهلن الهول فم وفنسن فمي واقع لا بقلو رعاي ممي فمي واقع لا هي اسمك تليغ ممي يلا رمز يا اسمك تليغ ممي وزمت على التان هيا عتابو تنسى مين وراه يا عتابوك تنسى تنسى مين وراه تنسى مين وراه نمي نمي واحد حلاه الزول في اللون نيت ما يسمع ما زلنا مع الاحتفالات تاع يناير اسقاس مقاس اسقاس دا مربوح الليله هذه سي ريفيون نتاع السنه الجديده 1974 ان شاء الله تدخل عليكم بالهنا الكل الجزائريين في دون لي كاتر كوان دو بيي وكامل لافريك دي نور كسوا في تونس في ليبيا في خوتنا المغاربه في عند الأفريقا الأمازيغ كامل 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 توارق الموزابيت كامل إن شاء الله سنة حلوة كما يقولون المصريين وتكون plein de santé de bonheur et de succès pour tout le peuple أمازيغ الناس اللي بعثوا لي كامل تهاني من je vous remercie infiniment je vous remercie de tout cœur donc يعطيكم الصحة أنا ثاني نقول لكم كل بون فات أسقاس أبقاس وكل عام وانتم بخير. قبيل كانت واحد الأخت بعثت لي على واحد السيد في خنشلة في داروا وقيلة في السوام هذا هو اللي بومدين داروا في كل المدارس وفي كل كامل داروا الاحتفالات يظهر واحد يكتب لهم يقول لهم باللي هذا شاوي زعما شاوي باش تشوفوا يقول لهم هذه نتاع الرومان وما نعرف واش ويحكي واحد الحكايات مساكن مازالت الناس راقدة مازالت الناس ما ثقفتش مازالت الناس الناس كيما هادو يعني والله للاسف اني رديت له ما قدرتش نرد له شغل لاباج نتاع السيرم هو اللي مولدي نرديت له في لاباج نتاعو هو قلت له انت راك عايش اون 2021 وفي القرن 21 بعقليه نتاع ما قبل التاريخ مسكين ما على بالوش بروحه مازال ما راقد مازال ما فاقش كي تلقاو انتوما ان شاوي يا واحد شاوي باباه شاوي مو شاويه امازيغي وعنده عقليه نتاع الدواش يعني للاسف على كل حال الوغ قلت لكم نرجعوا باش نتكلموا على 11 جانفي ثاني كان ان ايفينمون بوليتيك ان ايفينمون بوليتيك وين كان الشاذلي بن جديد حط قدم الاستقاله نتاعو في الدور الثاني نتاع الانتخابات البرلمانيه في 92 وهذيك هي بدايه العشريه السوداء كما قال واحد اللي فخرت فيها الجزائر أبطالها وتقريب 200 ألف قتيل
و 16,000 الناس اللي راحت، وبلا شي ما نساو اللي نسا المسلمات والبنات المسلمات اللي اغتصبوهم باسم الدين، اغتصبوهم باسم الدين. دونك نحن نتكلموا على هذه باسكو كانوا ناس بيتيتا دي جون ما لحقوش ليزيفينمون تاع 92 الور، ومازالوا يغلطوا فيهم هذو الدواعش وجماعة الفيس، هذو جماعة الدواعش هذو يغلطوا فيهم ويقولهم باللي راهو الانقلاب العسكري وما نعرف واش، وانقلاب على الشرعية، وانقلاب على اختيار الشعب. الور الناس يغلطوا في الناس، خاطرش كانوا اخرين يقول لك انت كيفاه هذو جماعة الجبهة الإسلامية هذه للإنقاذ، وهي راهي الجبهة الإسلامية للخراب ماهوش للإنقاذ، للخراب. هذو فوطى عليهم الشعب ومن بعد داروا عليهم العسكر ونحولهم للانتخابات. هو راهو ماهوش كذاك، لازم الانسان يسمع من اللي دكوتي، كما يقول لك واحد لو كان يجيك واحد عينه طايره يشكي لك ما تعطيهوش الحق، السنه يجيك اللي تقابض معاه لعله تلقى عنده زوز عينين طايرين. دونك يفو توجور ايكوتي لي دو بارتي، عمركم ما تسمعوا اون شيل بارتي. كيفاش صارت هذه تاع جونبي 92 لا ديميسيون تاع الرئيس، وكيفاه صراو الحكايات؟ راح نجري نلخصها لكم باش تفهموها. 1988 كان شادلي هو اللي رومبلاصا بومدين الله يرحمه. ديجا في رومبلاسمون تاع كانوا باش كانوا اخرين باش يكونوا تاع فلان هما اللي باش يكونوا، صارت فيها شويه مشاكل وتقاضوا في بعضهم، شكون اللي يحط كل واحد يقول له فلان اخر يقول له فلان. راحوا كيما قال واحد خربشوا حتى هما، جابوا الشادلي جابوا اخرين الناس اللي احتاجوا باش يجيبوها. على كل حال جابوا حطوا الشادلي. الشادلي ملي كان الحزب الواحد كي جا هو قال لك اي خطاش علاه صرات فوضى في الكاتراويت، داروا ناس مسيرات، ناس بتذكر كيما دركا حرشوهم ناس ولا ناس جاعوا ولا جو سي با، خرجوا لبرا. كي خرجوا لبرا يمانيفيستيو دخلوا معاهم جماعه الفيس. هذو جماعه الفيس هذو كانوا بكري ما عندهمش الفيس، كانوا يخدموا سوبلي كما يقولوا الناس، يخدموا تحت لتحت تحت الطابله، مي ما يسموش روحهم الفيس، كانوا اسلاميين وخلاص. هذو هما يسيروا كما يطير لي كورد بلا ما يكونوا عارف، باسكو يخوفوا ما يقدروش يمنعوا روحهم. في 88 خرجوا جماعه هذو علي بالحاج وجماعه هذو منا واش يديروا؟ كما قال الانسان خرجوا للعلن، نعتوا روحهم باللي راهم هما سين فورس بيبليك وما نعرف واش وما نعرف واش، وراحوا يشاركوا في الانتخابات. هذو يشاركوا في الانتخابات، كي شاركوا في الانتخابات باش بيان سور شاركوا في الانتخابات البلديه طبقا للدستور. وهو نورمالمون يعني كون نرجعوا شويه كي بداو يديروا الشادلي طلق باش الناس دير الاحزاب، والناس كما قال واحد ولات الناس اللي يحب يدير حزب يدير حزب. هذو نتاع الفيس هما ثاني جاو داروا حزب من نورمالمون، مي القانون ما يعطيهمش، القانون يوقفهم ما عندهمش حق حتى يلعبوا كما يقول الانسان، ما عندهمش حق يبارتيسيبيو، ما عندهمش حق يشاركوا في الانتخابات. علاش؟ باسكو لارتيكل 42 لارتيكل 42 من الدستور يمنعهم، يمنع الناس اللي تدير احزاب باسم الدين، يمنع الاحزاب اللي تدير حزب باسم اللغه، ويمنع الاحزاب اللي تدير باسم الجهويه. اكزومبل نعطيكم انا، يجي واحد يقول لك انا حزب اسلامي، قال لا ما عندكش حق الدستور يمنعك. قال انا حزب مسيحي، لا الدستور يمنعك. نجي انا ونقول لهم ندير حزب نتاع الشاويه، قال لا ما تصرحش. شوف الاخر يدير لك حزب القبائل ولا ونوليو في المشاكل، لا. حزب اللغه انا ندير نتاع حزب اللغه الفرنكوفونيين، الاخر يدير المعربوفون، لا ما كانش. هما خلوهم خلوهم علاش؟ باسكو على بالهم بلي ما يروحوش بعيد، وهذا ما اللي خلاهم هذو الناس تاع السلطه، نتاع السلطه هما اللي خلاو الفيس بالعاني يدخل الانتخابات، ومهما كانت النتيجه رايحين ما يخليهمش. باسكو ديجا موش غير حنا بعد اللي ما نقبلوش، موش غير الجيش اللي ما يقبلش والناس اللي ما يقبلوش، حتى الجيران تاعنا كو سوا سورتو فرنسا ولا كيف اسمو لي بيي تاع لا ميديتيراني ما يقبلوش، يقول لك واحد جيب لنا دواعش انت بحذايا انا ما يقبلوش. دونك خلاوهم شاركوا ربحوا الانتخابات في البلديه، يا قال لك معليش خليهم. زاد الشعب فوطى عليهم، علاش يفوط عليهم الشعب؟ ما يفوطيش عليهم باسكو عندهم بروغرام، ما عندهم حتى بروغرام، ما عندهم حتى بروغرام. البروغرام تاعهم واش هو؟ قال الله قال الرسول،
سي نورمال سي يفوطيو عليهم. الجزائر 100% مسلمين، كيفاش ما يفوطيوش على حزب اسلامي؟ فوطاو عليهم هما. معليش في البرلمان، في البرلمان في الدوزيام تور كيما قال الانسان، الشعب بدا يفوط عليهم. كيفوط عليهم راحوا طلعوا نورمالمون عباسي المدني وعلي بالحاج وجماعه طلعوا للرئيس، هما باسكو هما الحزب الفايز. قال لهم روحوا ديروا الانتخابات نتاعكم، روحوا ديروا الغوفرنمون نتاعكم. الغوفرنمون لازم يديروه هما اللي يحكموا كيما قال واحد لي بورتفوي الكبار، الداخليه والخارجيه وكذا، باسكو هما الناجحين، ويشاركوا معاهم الفلان والافافاس، يطيشوا لهم كلكو بورتفوي كيما قال واحد هكا تسرى، ويجيبوا فيها 5 سنين ولا 4 سنين. اذا نجحوا يزيدوا يعاودوا يديروا كيف اسمه، يزيدوا يفوطيو عليهم الشعب، واذا ما نجحوش يجي واحد اخر وخلاص. هما قالك لا، قالك خلاص اعطيونا الفتح نتاع المراديه، اعطيونا احنا الشعب فوطا علينا باش نديروا الدوله الاسلاميه، وهذه هي لب كيما اللغز كيما قال واحد الانقلاب اللي يحبوا يديروه جماعه الفيس. راه ماهوش الدوله ولا العسكر ولا كيما يقولوا هما الامنيين هما اللي داروا عليهم انقلاب، نو الانقلاب هما اللي راحين يديروه، راحين ينقلبوا على الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه باش يديروا واش؟ باش يديروا الجمهوريه نتاعهم المزعومه، الجمهوريه الاسلاميه. علاه يا اخي انت دير الجمهوريه الاسلاميه؟ اسكو كي رحنا للانتخابات كتبتوا في الـ في الاخر في مكتوب باللي رانا شكون اللي يحب دوله اسلاميه وشكون يحب دوله ديمقراطيه؟ اذا هكا عندك الحق، اذا هكا عندك الحق. مي هذه من كل ما كانش، هذه انتم جيتوا طبقا للدستور، والدستور يقول باللي اللي ربح يروح يدير الحكومه نتاعو ويسير طبقا للدستور. قالك لا، احنا الدستور هذا ما عادش نؤمنوا به. واش هو الدستور تاعكم؟ الدستور تاعنا هو النسخه، هو قال الله وقال الرسول، حنا نطبقوا واش كاين في النسخه. حبوا يرجعونا ملايير السنوات اللور اللي ما نجحش فيها عمر بن الخطاب بعد ما مات الرسول، ما نجحوش. كي جاو باش يديروا الخلافه هذيك تقاضوا، حتى هذا يقتل هذا، هذا يسموا هذا، وهذا يقتلوا هذا، حتى عمر بن الخطاب عطاوها بالموس فاش يقولوا في الجامع. دونك كيفاش حبيتوا انتم الوقت هذاك اللي كانت الصحابه وكانت كذا وين كان الرسول معاهم وكنا وما نجحوش باش يديروا دوله اسلاميه؟ تجي انت اليوم تقول لهم انا ندير دوله اسلاميه وانا نمثل الدين، شكون يعطيك انت باش تمثل الدين؟ شكون قال لك مثل الدين؟ الشعب حتى الشعب ما عندوش حق يقول لك مثل الدين، خاطرش الدين ماهوش تاع الشعب، الدين تاع ربي سبحانه عز وجل. عندك لو كان جيب لنا ورقه من عند ربي ورب العالمين يقول لك روح دير مثل الدين تاعي، هاك ساعه نبيعوك كامل ونتبعوك. دونك دخلوا الرجال الفحوله، دخلت الناس بقوه، الناس اللي ما يحبوش الجزائر تولي افغانستان، قال لك هيا حبس علينا هذا كيف اسمه الخرافه هذه. هو نورمالمون ما يحبسوهاش كيما هكا، كان يهزوا برك الملف نتاعهم ويروحوا للعداله. هذا ما كان، كان لافافاس ولا فلان، هما دوزيام وتروازيام، لافافاس ولا فلان يبروتيستيو، كانوا يعرفوا برك واش يديروا. قال حبس اخويا انتم فزتوا، بصح يا خويا هنا نديروا طعن. علاش راهو نديروا الطعن؟ خاطرش انتم راكم واش يقولوا، راكم ضد الدستور، الدستور يقول باللي ما كانش الناس تشارك بالدوله بالاسلام، وانتم شاركتوا باسم الاسلام، دونك لازمكم ينحيوكم. شغل باغزومبل تلعب فريق، يلعب باغزومبل فريق ضد فريق، الفريق هذاك غلب الفريق ا، غلب الفريق بي، هكذا. الفريق ا هذاك ربح 3-0، الفريق بي واش دار؟ راح دار ركور، راح دار هز لي ريزيرف كيما نقولوا حنا في الماتش، هز لي ريزيرف. علاش؟ خاطرش الفريق هذاك لعب دي جوار سيسبوندو. دونك واش دير لافاف؟ تمد الماتش للفريق بي، مهما لو كانت النتيجه حتى لو كان فازوا ب 10-0 ب 20-0 ولعبوا ماتش، لعبوا كيف اسمه جوار سيسبوندو، النتيجه تكون لصالح سير تابي فير، لصالح فريق بي. وعلى هذا كانت نورمالمون لا فافاس ولا فلان كانوا يكونوا شويه فايقين ويروحوا للمحكمه الاداريه يديروا طعن ضد هذو جماعه الاسلاميين. قال يا خويا صح هذو فازوا صح، بصح حنا نطعنوا فيهم طبقا للدستور.
الدستور المادة 72 42 تقول يمنع على أي شخص باش يدير حزب تحت شعار إسلامي لغوي أو جهوي، وكانوا ينحيولهم الآخر وقال روحوا طروحوا. مي هي مهما داروا كيما هكذاك راح تخش بعضها تخش بعضها. علاش؟ باسكو جماعة الفيس هادو كي كانوا يديروا في انتخابات وكانوا يوجدوا الناس هاي تديروا منها، كانوا هما ديجا وجدوا رواحهم هزوا السلاح، هما بعد هزوا السلاح وخشتوا علي بالحاج. او اذا تحبوا غدوه ندير لكم مختطف من الخطاب نتاعو، قال لهم نهز السلاح وندير الكلاش كيما هز بابا السلاح في ضد الاستعمار الفرنسي. اوكي علي بالحاج باش ما ينجموش يزويو ولا يقول لك لا ولا منا حكموا لي سافي سيكوريتي، حكموا حتى السلاح في المساجد، حكموا حتى السلاح في المساجد. وبداو الوقت هذاك بداو يضربوا في الناس وبداو يطيشوا في لاسيد على النساء تلقى الطفله ماشي متحجبه يطيشوا عليها لاسيد. عادوا ما يستعرفوش بالشرطه، ما يستعرفوش بالدرك، ما يستعرفوش بالعسكر. عادوا اللي الواحد اللي لقاوه يشرب الدخان يطاكيوه يضربوه، مره بلا شي حجاب يطيشوا عليها لاسيد، ولا راحوا قفلوا للسينما، راحوا قفلوا للصالون كوافير نتاع النساء، وبداو يضربوا في الناس قبل ما يحكموا الحكم. دونك الناس ثاروا داروا مانيفيستاسيون، ثاروا داروا الديموكرات خرجوا وكثر خير النساء ثاني الفحلات اللي خرجت النساء ثاني وقال لك حنا ما نحبوش دوله داعشيه، ما نحبوش دوله داعشيه. ثاروا ساعة الارمي والناس اللي جاي كيعيطوهم لي جونفييست هذوك حبسوا المسار الانتخابي. وكي حبسوه واش داروا الاخرين؟ طلعوا للجبل، هزوا السلاح وطلعوا للجبل. هزوا سلاح طلعوا الجبل، شكون لقاو ويجي وراهم؟ هما لي سافي سيكوريتي اللي نحييهم، والرجال الفحوله اللي كانوا في الميدان، من بينهم الرجال واقفون لي باتريوت، بزاف لي غارد كومينو، وهذو كامل اللي مساكن هزوا السلاح. عاد الوقت هذاك الجزائر دخلت في حرب اهليه، وداروا من الفيس هذوك داروا جماعات مسلحه، من بينهم الجيه، من بينهم لاياس، من بينهم الفيدا، وروحوا ولاو يذبحوا في الناس ويقتلوا في الناس. حتى الشعب اللي بسيط يقتلوا فيهم ويذبحوا فيهم، ما منعوا ولاد، ما منعوا نساء، ما منعوا والو. عشريه سوداء اللي كانت الناس تروح على الربعه نتاع العشيه، كانت الناس تخرج تلقى الدمغين نتاع الاشخاص يطيشوا في الزقاقات كي البالون. داروا ما يديروا، يخطفوا في البنات، من البنات يروحوا يحبوا الجامعات يخطفوهم في الجامعات ويديهم يتعدوا عليهم ويطلعوهم للجبل. طلعوا الاف نتاع النساء للجبل، وكانوا لليوم كانوا واش يقولوا شهادات، وين بعد ما داروا ذاك الصلح زعما تاعهم، هذا الصلح هذا نتاع الريح، هو ما كان لا صلح لا والو، هو راهو ما هو بوتفليقه اللي جاب الصلح لا والو، راهو الجيش الوطني الشعبي والسافي سيكوريتي والناس الواقفون هما اللي تغلبوا على هاد الذباحين هادو اللي كانت تعاون فيهم السعوديه وكانت تعاون فيهم ايران. علاش هاد الناس هادو؟ ديجا ايران قطعنا معاهم العلاقات، لقاوهم الدراهم يجيو يبعثوهم في الدراهم ويبعثوهم في السلاح، وجابوا حتى الفتاوي وجابوا عده. ديجا كي ربحوا هادو جماعه الفيس، وين كان ارهابي في العالم كل شيء عندنا هنايا. حتى كان الوقت هذاك جا الغنوشي نتاع تونس وبداو يجيو، جاو من الكويت، جاو من هنا كامل، راح يديروا لنا افغانستان عندنا هنا. من بعد واش كانوا يستناو؟ كانوا يستناو الا في كيف اسمه زعيم القاعده كيف اسمه بن لادن كان يجي باش يدخل، كان في الوقت هذاك في السودان، وبعثوا جماعه نتاع الجزائريين نتاع الفيس راحوا يدربوا في السودان ويستناو فيهم باش يخشوا مع السيد هذا نتاع القاعده اسامه بن لادن. كي حبسوا الانتخابات هذاك اسامه بن لادن بطل، ما جاش لهنا وراح لافغانستان. ايماجينو لو كان جا عندنا لهنايا الوقت هذاك، وما حبسش كيف اسمه وما حبسش الاخر، كانوا هما اللي راح يديروا الدوله الاسلاميه نتاعهم ويخشوا. من بعد واش صرا يا اخي؟ من بعد ولاو داروا مشاكل وراحوا ضربوا الامريكان بهذوك بلي زافيون هذوك، كانوا ضربوا لي تور جمال، كانوا هذوك بومباردمون راح يبومبارديو لافغانستان، كانوا يبومبارديونا حنا. دونك هكذا صرات، وهكذا ولاد الجزائر الشعب الفحوله اللي حبسوا هذا كيف اسمه 11 ديسمبر 11 جونفي 92 اللي حبسوا الانقلاب
اللي داروه جماعة الفيس، جماعة الإرهابيين اللي حبوا يرجعونا أفغانستان. وبلا شيء لو كان ما حبسناش هذاك الوقت هذاك كانوا الاخوان يقولك نو ماكو احنا ضد بالتوقيف المسار الانتخابي. انت الناس ما حكموش بداو يذبحوا في الناس. لو كان حكموا كانوا تصرنا كما ايران، كانوا تو دابور يحكموا العسكر كامل يذبحوهم كما داروا ايران. ايران نهار كي فازوا جماعه هذو نتاعهم هذو كي دخلوا بعد حكموا الحكم، حكموا حتى لارمي، بداو هذوك نتاع لارمي كامل يذبحوهم. ذبحوا من عبده الاف تاع الجنرالات يذبحوهم. يقولك علاش توقف انت المسار؟ انت احنا وقفنا المسار وهاكم تشوفوا واش صرا. هذا وقفنا المسار وهاكم تشوف. لو كما وقفناش وحكموا هما السلطه وحكموا هما وزاره الدفاع وحكموا هما اي والله العظيم اليوم الجزائر راهي في راهي مكان. نقول لكم الحق، راه صوار بومباردونا الامريكان حاولنا من الطريق، ولا صوار رانا دخلنا في بعضنا اليوم، رانا اكثر من افغانستان، اكثر من طالبان. دونك الحمد لله رب العالمين، الجيش الوطني الشعبي ولاد الرجال ولاد الفحوله ومعاهم الناس الديمقراطيين اللي صاروا هزوا السلاح سواء عندنا في بلاد الشاويه ولا في بلاد القبائل ولا في الجي ولا في كل بلايص. كانوا الرجال الفحوله هزوا السلاح وضحاوا بنفسهم والحمد لله خرجنا من الازمه. خرجنا من الازمه بروفيزوارمون باسكو الوقت هذاك الناس اللي سين الزار وكيف اسمهم الجنرالات كامل ومحمد العماري الله يرحمه واسماعيل العماري وجماعه هذوك كيف اسمهم القوات الامنيه تاعنا كامل هما اللي تغلبوا على الارهاب هذا. من بعد خلاص باش جابوا تفليقه، جابوا تفليقه حبينا عطروحوا زعما بلي دار السلم ودار من وراه ما كان والو، ما كان لا السلم لا والو. كانوا جيا قضوا عليهم، الجي اس بي سي قضوا عليهم، بقات لا ياس نتاع مدني مزراك الذباح هذاك، بقاو هازين الدرابوات في جيجل ويستناو باش يهبطوا. كي جابوا تفليقه قال لك استنى تشوف، انا جيت نبدا شو ما عندي لا بروغرام حتى بوتفليقه ولا والو. جا قال لك استنى تشوف موا حتى انا بريميرمون ندير دون بيير دوكو بوتفليقه. واش هو لا بيير دوكو؟ هو يقول لك بلي انا جبت السلم، الوغ يكذب، قال له ما جاب لا السلم لا والو. ديجا الناس اللي هبطوا الناس داروا جرائم كبار وهبطوا ما يتحاسبوش. وقالك الثانيه واش يدير؟ بحب يدي لو بري نوبل دو لا بي، لو بري نوبل دو لا بي، جائزه نوبل للسلام. علاش؟ باسكو زعما هو اللي دار السلام، الوغ هو ما دار السلام لا والو. كي راح وكي طلبوا باش زعما بوتفليقه يحطوه، قال لهم انتم رحتوا سامحتوا للارهابيين، الناس اللي ذبحت الشعب واللي قتلت الشعب سامحتوا لهم، وجيت تقول لي نعطيك بري نوبل دو لا بي. دونك بوتفليقه غلط غلطه كبيره كي دار هذه لا ريكونسيياسيون ناسيونال، وانا كنت من الناس اللي ضد لا ريكونسيياسيون ناسيونال. خاطرش ريكونسيلي كي هذيك كي؟ كيفاش الناس تذبح فيك؟ وكان يقول لهم كيف اسمه شهاده لله كيف اسمه رئيس الحكومه السابق سيد ويحيى، قال لهم نديروا السلم، قال لهم نديروا المصالحه كما قال هو باش يقولوا نديروا مصالحة افيك اون سول كونديسيون، بشرط واحد نديروا المصالحة معاه. قال له قلنا سيدي واش هي؟ قال لهم يرجعوا لنا الناس اللي قتلوهم ونديروا المصالحة. خاطرش ما تصالحش انت تقتل الناس ومن بعد تجي تقول لي نصالح، كيفاش تصالحني هذا؟ شكون تصالح انت؟ شكون تصالح مع من تصالح انت؟ تصالح الناس ذبحت الناس كيما قال واحد؟ نو. دونك قال لهم نيت ما كانش. بوتفليقة كي جا هلك الدنيا هبط الذباحين هذو وبداو كيما قال واحد قاعدين لليوم راه مازالوا باش نتفاهموا. لليوم الجزائر مازالت في الخطر، راه غدوه الصباح الله لا يقدر لو كانت تفلق راهم كل قاعدين في 48 ولايه هذو البقايا الفيس وولادهم وبني عمهم هذو كامل راهم يستناو في لو جور جي، راهم يستناو في ليتانسال باش يوليو يديروا اكثر من التسعينات ومن بعد تروح الجزائر كيما قال واحد في كيل الزيت ما عادش خلاص كيما قال واحد تهز بضلع. هذه هي الشيء اللي حبيت نقوله لكم باش ما يغلطوكمش الناس اللي يقول لكم باللي راهو الجيش دخل ونحى الانتخابات، الجيش هو اللي دار الانقلاب. لا، الانقلابيين هما جماعه الفيس، هما اللي حبوا ينقلبوا على الشرعيه، كانوا باش يروحوا يديروا حكومه. وخطاش يفو نتفاهموا، اي كاين الحكومه راح يصيروا الحكومه وكاين الدوله، الدوله مؤسسات ما تبقاش تبقى هي والحكومه يديروا حكومه على ارواحهم ويسيروا اذا قدروا يسيروا، هم يزيدوا بالك الناس ينتخبوا عليهم ولا ما عرفوش يسيروا يوليو يقولوا روحوا تقعدوا تجيو ناضلوا وتجيو اخرين هما اللي يسيروا. هذا ساعه على ساعه على دروات ساعه على غوش ساعه على دروات ساعه الديمقراطيين ساعه الاسلاميين ساعه منا وروحوا روح. عندك الاسلاميين
ما يصلحوش مع الديمقراطيه، ما يتقبلكش. ديجا علي بالحاج قال لهم الديمقراطيه كفر. علي بالحاج هذا النائب اليوترون تاع عباسي المدني قال لهم الديمقراطيه كفر. دونك كيفاش تحبوا نتوما الناس هذو تبدل على السلطه؟ محال بالمحال. هكذا منعنا من هذ الطالبان هذو، من هذ الدواعش. الحمد لله رب العالمين. نقول لكم تصبحوا على خير، ادمان ان شاء الله. بونسواري اتوتي اتوس، اسكيسام كاسام.